السلام عليكم. النهارده هناخد حاجه اسمها او اس اي موديل اوبن سيستم انتر كونكشن. يعني ايه يا عم عصام؟ كل علم له قاعده بناء عليه، صح الكلام؟ علم الرياضه اتبنى على الجمع والطرح والضرب والاسم. ما ينفعش تروح تدرس معادلات تفاضليه وتكامل وتفاضل وميكانيكا واستاتيكا من غير ما تبقى عارف اللي هي الاساسيات، جامع وطرح وضرب واسم والحاجات البسيطه دي. كذلك علم الشبكات، قبل ما تبدا تدرس فيه لابد انك تاخد البدايه الاساس بتاعه. بني علم الشبكات على كم طبقه؟ على 7 طبقات، ماشي يا عم؟ بس من غير ايه؟ من غير بس. تمام؟ فعلا علم الشبكات او تقدر تدرسه من خلال 7 لايرز. ايه هم ال7 لايرز دول؟ وايه قصتهم؟ هقول لك ان كل جهاز كمبيوتر عباره عن عماره 7 ادوار. يعني كل جهاز كمبيوتر عباره عن عماره فيها الايه؟ ال7 ادوار دي. اللي هم ال7 لايرز دول. ايه هم ال7 لايرز؟ هنبدا ندرسهم واحده واحده بالتفصيل. انت لو لاحظت هتلاقيني مرتبهم من تحت لفوق. فيزيكال لاير، داتا لينك لاير، نتورك لاير، ترانسبورت لاير، سيشن لاير، برزنتيشن لاير، ابلكيشن لاير. خدت بالك؟ طيب. هنبدا ندرسهم من فوق لتحت. بس انا ليه بعدهم من تحت لفوق؟ هتلاقي دايما الجماعه اللي بيدرسوا مايكروسوفت تلاقيه بيعد لك من فوق لتحت 1 2 3 4، وتلاقي دايما الجماعه بتاع سيسكو بيعد من تحت لفوق، لان سيسكو بتركز او منطقه عمل سيسكو في الحته دي. فدي الليرز اللي معظم شغلها فيها من 1 لغايه 4. السويتش بيشتغل هنا في الداتا لينك لاير، الراوتر شغال هنا او معظم شغله هنا في نتورك لاير. فنعد من فوق نعد من تحت. بس انت هنا وانت بتدرس كورسات سيسكو هتلاقي دايما لما اقول لك ايه لاير 2 اسمها ايه؟ فتقوم تقول لي لاير 3 نتورك لاير. هنبدا ندرس الحاجات ديت بقى ايه؟ بالتفصيل. طبعا السيفن لاير دول المفروض انت حتى تبقى حافظ الترتيب بتاعهم. شكرا. شكرا يا شباب. هتدرسهم بالتفصيل. طب ازاي؟ بص يا سيدي، من الاول بقى احنا اتفقنا ان كل كمبيوتر انت شغال عليه عباره عن عماره 7 ادوار، ماشي؟ اللي هم مين يا عصام؟ اللي هم دول. طيب بالله عليك يا عم عصام، لو كمبيوتر مربوط بكمبيوتر ده طبعا 7 ادوار هنا 7 ادوار هنا، والكمبيوتر ده مربوط بكمبيوتر في شبكه سواء موصل كابل او في سويتش رابط ما بينهم، في شبكه ما بينهم يعني. لما في معلومة تنتقل من هنا لهنا كيف تنتقل؟ ازاي؟ أنا هقول لك إن أول لاير فوق اللي هي الأبلكيشن لاير، تعالى أما أقول لك كده جنبها اتكلم فيها أقول لك إن دي حاجة اسمها كده يوزر انترفيس. حد عارف يعني إيه يوزر انترفيس؟ أي واجهة ليك أنت. أنا مثلا هقول لك على حاجة، أنا بشتغل على النت، شغال على النت، شغال يوم مسنجر. اليوم مسنجر ده برنامج بسطبه بفتحه بحط اليوزر نيم والباسورد وابدا افتح اكلم مثلا محسن، اكلم محمد، اكلم عصام. انا بستخدمه كده عباره عن برنامج فيه تضغط كده كله ساين ان تلاقي الوش اصفر وضحك وبتاع وقام داخل لي عامل لي لوجن وبدات استخدمه. مجرد انا مستخدم دي واجهه ليا انا بستخدمه، ابلكيشن انا بستخدمه. طب الابلكيشن ده متبرمج ازاي؟ معرفش مش فيه. طب الهارد شايفه ازاي؟ برضه ما اعرفش انا ماشي فيه. متسجل على الهارد اكيد اصفار وحايد وبيتس وباينري والكلام اللي انتوا درستوه في الكليه. بس ده شيء ما يهمنيش. اللي برمجه برمجه واللي عمله عمله. انا برنامج بستخدمه. برنامج مثلا زي الانترنت اكسبلورر. فايرفوكس لما بتيجي تتصفح انا والله بتاعي كده بفتحه واكتب انا ياهو دوت كوم يقوم مدخلني على موقع ياهو اتصفح
من غير البرنامج ده تقدر تتصفح؟ من غير ما يبقى في برنامج اكسبلورر على الكمبيوتر بتاعك يا عصام، سواء اللي هو المايكروسوفت او الفايرفوكس او اي متصفح عموما، تقدرش تستخدم التصفح، لابد انك تستخدم البرنامج ده. طب البرنامج ده اتعمل ازاي؟ طب هو متسجل على الكمبيوتر ازاي؟ طب هو متسيب اكيد في صفر واحد؟ طب ترتيبه عامل ازاي؟ مش قصتي انا كل اللي قلنا لك ان دي اكسبلورر دي او بتاع الفايرفوكس اللي على الثعلب، تضغط على دبل كليك تفتح ابدا صفح، مجرد انا يوزر، ودي انترفيس او واجهه بالنسبه لي انا بستخدمها. فده معنى كلمه ابلكيشن لير. يبقى ابلكيشن لير بترمز للبرامج اللي انت بتستخدمها على الكمبيوتر. حلو الكلام. عندي فيلم مثلا انا بشغله مثلا يشتغل، اضغط عليه دبل كليك يبدا يشتغل، اتفرج عليه وخلاص. طب الفيلم ده متسجل على الكمبيوتر ازاي؟ طب الهارد بتاع الكمبيوتر شايفه ازاي؟ الصور وحاجه طب مترتبه ازاي؟ انت ماليش فيه، متسجله في كام جيجا برضه ماليش فيه، انا حاجه بشغلها خلاص خلصت على كده. تمام. طيب اي برنامج انت بتستخدمه، عباره عن ابلكيشن. ساكن في العماره دي اللي هي كام دور؟ 7 دور. طب ساكن في اي دور بالظبط؟ في الدور السابع اللي هو الايه؟ الابلكيشن لير. اي برنامج انت بتستخدمه في الدور الايه؟ السابع. طيب واي برنامج لو انت بتتواصل مع الجهاز ده، فالجهاز ده اكيد بيستخدم نفس البرنامج اللي انت بتستخدمه اللي هو ساكن في الدور السابع. يا اخي خليكم بتلعبوا لعبه زيرو اور زي ما قلت لك. انت مشغل اللعبه دي هنا وانا مشغل اللعبه دي هنا وعاملين كونكت على بعض وبنلعب. طب ما ده ابلكيشن وده ابلكيشن، المفروض ان في ترافيك بيطلع من هنا بيروح هنا وفي ترافيك من هنا بيروح هنا، عشان يبين لك الجيش بتاع الراجل التاني هو بيتحرك وانت برضه حاجتك انت كمان بتتحرك. طيب هتمشي ازاي؟ يعني معلومه هنا في الدور السابع عايزه تروح لمعلومه هنا في الدور السابع. هقول لك انت قاعد في عماره 7 ادوار، انت ساكن في الدور السابع، اخوك قاعد في عماره 7 ادوار ساكن هو كمان في الدور السابع، لما انت تحب تروح تزوره هتعمل ايه؟ هتنط له؟ لا، هتنزل. ها صح كده؟ هتنزل في العماره بتاعتك اللي هي 7 ادوار لغايه ما توصل لغايه البوابه الدور الارضي، وتبدا تمشي في الشارع وترجع تدخل عماره اخوك وتبدا تطلع له لغايه الدور السابع. هكذا تنتقل البيانات من جهاز لجهاز. تنزل 7 ادوار ما بتنطش هيك. طب تنزل 7 ادوار لغايه ما تتحول لكهرباء، وطبعا هشرح لك بقى بالتفصيل بيحصل لها ايه وهي نازله، هو ده اللي هنعمله بقى النهارده. تبدا تنزل 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 لغايه ما تتحول لكهرباء، لان السلك ده لازم تمشي عليه كهرباء بيتس. تمام كده؟ وتبدا تمشي مش في الشارع بقى، تمشي على السلك، الداتا بتاعتك تمشي على السلك. تروح عند الجهاز الثاني، عند كارت الشبكه في الجهاز الثاني، وعند كارت الشبكه في الجهاز الثاني تبدا تطلع ال7 ادوار لغايه ما تتحول لبرنامج ثاني عند الجهاز ده. فاهم حاجه ولا فاهم؟ طيب ايه اللي بيحصل بالظبط؟ خليني بقى اشرح لك القصه واحنا ايه؟ المعلومه اللي هبعتها من الجهاز ده، في معلومه هبعتها يكون الشرح على هذا الاساس، ان في معلومه من جهاز هبعتها للجهاز، يا ترى ايه اللي هيحصل لها؟ خدوا بالكم انا لسه هبدا ايه؟ هبدا بالعماره اللي احنا فيها بتاعت الجهاز بتاعنا. هنقول ادي جهاز هنا اهو. والمعلومه ايه؟ نازله. طيب بالنسبه للابلكيشن لاير ايه اللي بيحصل فيها يا محمد؟ ايه اللي بيحصل فيها محمد؟ عباره عن البرنامج اللي انا بستخدمه، ودي عباره عن مدخلي. خش على اللاير اللي بعدها. برزنتيشن لاير. بص الداتا. البرزنتيشن لاير هي اللي بتشوف الابلكيشن اللي انت بتستخدمه ده، بتشوفه بالماشين لانجوج. يعني اقدر اقول لك ان الابلكيشن لاير هي البرزنتيشن لاير، بس الابلكيشن لاير عينيك انت، وجهه نظرك انت، انت شايف برنامج. طب الهارد شايفه ازاي والكمبيوتر شايفه ازاي؟ عباره عن اصفار وحي متسجله على الجهاز. هقول لك على حاجه، تخيل ان في فيلم عندي على الجهاز، فيلم عادي وفيلم مضغوط، فيلم عادي وفيلم مضغوط. طبعا انت نفس الفيلم عادي ومضغوط، انت كوجهه نظر انت راجل مستخدم، ده فيلم عادي اما مفكوك ده، اما التاني مضغوط عشان عليه حزام اللي هو بتاع الوين رير وكلام من ده، فانت شايف. انما بالنسبه للكمبيوتر والله دي بالنسبه لي داتا ودي بالنسبه لي داتا، دي صفر وحاجه ودي صفر وحاجه. تمام كده؟ فكل حاجه بالنسبه للبرزنتيشن لاير عباره عن صفار وحاجه.
الا وهي الداتا المتسيبه على الجهاز بتاعك او الداتا بتاعه الابلكيشن او البرنامج اللي انت بتستخدمه في انك تنقل معلومه من جهاز لجهاز. فاقدر اقول لك ان دي هي دي بس اختلاف وجهات نظرك، ودي وجهه نظرك انت ودي وجهه نظر الايه؟ الجهاز نفسه. طيب نخش بقى على اللير اللي بعدها الا وهي السيشن لير. خد بالك ما تترجمش ترجمه حرفيه، اعرف الاسم بالانجليزي بيعمل ايه وافهم بالعربي، اعرف الاسم بالانجليزي وهات معناه بالعربي، لان مش شرط يكون الاسم مرتبط بالفعل. طيب السيشن لير، انا جهاز عايز ابعت لجهاز حاجه، هل ينفع ارميه بحاجه كده مره واحده؟ بشاور انا عايز اسمع له حصان. طب حصان قاعد بيتكلم مع الراجل اللي ورا ده، اقوم واخدها ارميها له كده مره واحده؟ مش لازم انبهه يا حصان؟ ايوه ايوه مين بينادي عليا؟ انا بنادي عليا، انا عايز ابعت لك البشاور دي. طب ماشي، طب احلف، طب اهي خدها. فالسيشن لير هي اللي بتقوم بالمهمه دي، بتفتح قناه اتصال بين المرسل والمستقبل. يبقى نقدر نقول ان السيشن لير تقدر تقول تقول كده مسؤوله عن فتح قناه اتصال بين سورس والديستنيشن. حد عارف معنى كلمه سورس ومعنى كلمه ديستنيشن؟ بصوا كده خدوا بالكم عشان تبقوا فاهمين الاختصارات بتاعتي، تمام كده؟ كلمه سورس SORCE دي معناها المرسل، ولا هتلاقيني باختصارها كده اس ار سي، هتلاقيني باختصارها دايما كده. طب كلمة ديستنيشن، ديستنيشن هتلاقيني باختصارها دي اس تي، وده مين يا جماعة؟ ده المستقبل. ماشي كده يا راجل؟ طيب لو انا اللي ببعت لك المعلومة، خد بالك وارد ان احنا اصل جهاز الكمبيوتر ده بالحق صحيح، جهاز الكمبيوتر ده جهاز ارسال ولا جهاز استقبال؟ بيتكلم مع بعض، لان انا ممكن انا ابعت لك فيلم من عندي ممكن في نفس الوقت استقبل فيلم من عندك. طب لو انا اللي ببعت اصبحت انا السورس وانت؟ طب لو انت اللي بتبعت لي انت مين؟ وانا الديستنيشن، فوارد ان الواحد فينا يكون ايه؟ سورس وديستنيشن في وقت واحد. طيب فهمت السيشن لاير بتعمل ايه؟ هي اللي بتفتح قناه الاتصال، هي اللي بتفرد كوبري، او بمعنى اصح لو بنقول ان في ناس عايزين ينتقلوا من مكان لمكان على ضفتي نهر يا ابراهيم، ادي نهر اهو خدت بالك؟ فينا شويه بني ادمين عايزين يعدوا، من غير الكوبري ده ما يقدروش يعدوا. مين اللي بيحط الكوبري؟ السيشن دي هي اللي بتفتح قناه اتصال مع الطرف الاخر عشان تبدا المعلومات تعدي. ماشي الكلام؟ لغايه دلوقتي خدوا بالكم لسه ما نقلناش اي بيانات. لغايه دلوقتي تقول لي طب فين النقل؟ ما حصلش نقل لغايه دلوقتي. انت عمال تقول لي الابلكيشن لاير ده البرنامج اللي انت بتستخدمه، ماشي. وده بس منظر البرنامج بس اصفار وحايد، ماشي. والسيشن لاير بتفتح قناه اتصال، ماشي. طب المعلومات ما عدتش؟ لسه المعلومات ما عدتش. المعلومات مش بتتعدى لما تستوي، لما توصل لشكلها النهائي عشان تبدا تعدي. اللير اللي بعدها اسمها ايه؟ ترانسبورت لير. من اسمها يبقى هي اللي بتعمل ايه؟ ترانسبورت يعني نقل، يبقى هي اللي مسؤوله عن الايه؟ لا مش مسؤوله عن نقل ولا حاجه، غير ان هي بس بتعمل ترقيم، الى جانب انها بتأدي خدمات. ايه هي الخدمات بتاعتها؟ تعالى اقول لك. بس مين اللير اللي ممكن تكون بتنقل المعلومات او بتنقل؟ طبعا انا بقول الترانسبورت لير مش بتنقل بشكل عام، هي بتساعد في النقل، بتساعد في النقل، وهي المسؤوله عن الدفعه الاولانيه للنقل. طيب مين اللي بتنقل بشكل عام؟ اصل عمر الداتا ما هتخرج من الكمبيوتر بتاعك الا لما يكون اتركب لها سورس اي بي وديستنيشن اي بي وسورس ماك وديستنيشن ماك. هي الحاجات اللي انت بتتكلم عنها دي هقول لك دلوقتي، والحاجات دي مش هتكمل الا في الداتا لينك لير. بعد ما المعلومات تستوي في الداتا لينك لير تبدا المعلومات تتحرك، تبدا المعلومات تتحرك. طيب ترانسبورت لير يا ترى بتعمل ايه؟ بتأدي لك خدمات. ايه هي الخدمات اللي الترانسبورت لير بتعملها؟ اول خدمه يا شباب بتعمل حاجه اسمها سيجمنتيشن. سيجمنتيشن يعني ايه؟ تقطيع، تقسيم.
حتى كده اكتب جنبها ديفايد داتا وسمول ها سيجمنتس، بتقطع الداتا لسيجمنتات صغيره، بتقطع الداتا لسيجمنتات صغيره. خدت بالك يا محمد الفكره؟ طب ليه بتقطعها يا محمد؟ يا اخي انا عندي فيلم 1 جيجا، حلو، انا عندي فيلم 1 جيجا عايز ابعته لمحمد من جهازي لجهاز محمد، ابعته حته واحده كده مره واحده، ولا اتاشد انه يتقطع لحتت صغيره وتتباين حته حته؟ ها؟ يتقطع. مش معنى دي احسن ليه؟ يعني واحد ايه؟ ممكن واحد يقول لي دي احسن والتاني يقول لي لا دي احسن، طب دي احسن ليه ودي احسن ليه؟ طيب يا استاذ اسمع اسمع يعني اسمع، ما يحصلش فيه، ما يحصلش مش حته اسرع، هي مش هتبقى اسرع عشان ما يحصلش فيه ولا غلط او حاجه تقع مننا. صح. لو انا ببعت فيلم لمحمد، حلو، الفيلم ده 1 جيجا مثلا حجم، مع اخر بيت حصل ايرور في بعض القرارات، فجهاز محمد استلمها ايه؟ غلط. فيقوم محمد يقول لي معلش اخر بيت استلمتها غلط، بحيث انك بتبعتها لي كلها شحنه واحده، فالله يكرمك الشحنه اللي انت بعتها لي فيها غلط ابعتها لي من اول اول. يا خبر ابيض، من اول ومجيب ايه يا عم الحاج؟ ده موضوع صعب. انما لو انا مقطعها لسيجمنتات صغيره، مثلا كل سيجمنت حجمها مثلا 1 بايت، عارفين البايت بكام بت؟ 8 1 بايت ب 8 بت، والبت اقل وحده تخزين، اقل وحده تخزين. فلو انا ببعت مثلا بايت ببايت بايت ببايت، سيجمنتات سيجمنت الاولى سيجمنت الثانيه سيجمنت الثالثه سيجمنت الرابعه وهكذا، لو في سيجمنت حصل فيها غلط يقوم الراجل ده يقول لي على فكره سيجمنت 3 ما وصلتنيش مظبوط، ابعتها لي تاني. اقول له خد سيجمنت 3 ما وصلتنيش، سيجمنت 7 ما وصلتنيش اصلا، ابعتها لي تاني. خد يا عم ابني سيجمنت 7 مره ثانيه. ماشي كده؟ فده الافضل انك تقطعها ايه؟ السيجمنتات صغيره وتبدا تبعتها، عشان لو حصل ايرور نعرف الايرور حصل في انهي سيجمنت بالظبط ونبعت السيجمنت دي مره ثانيه. عارف بيقطعها ازاي بقى مثلا حمد؟ مثلا كده يقول لك كده مثلا دي السيجمنت الاولى، كده مثلا السيجمنت الثاني، كده مثلا السيجمنت الثالث، كده مثلا السيجمنت الرابع، ويبدا يبعتها سيجمنت ورا سيجمنت ورا سيجمنت وهكذا. دي كانت اول حاجه ترانسبورت لاير بتعملها، بتعمل ايه؟ سيجمنتيشن، بتقطع الداتا الكبيره لسمول داتا، داتا صغيره او سمول سيجمنتس. لذلك حتى يقول لك ايه؟ ان اسم الداتا، خد بالك الداتا لها اسم في كل الايه؟ خدت بالك؟ يعني في الابلكيشن لاير هي ابلكيشن، في البرزنتيشن لاير بنقول عليها بوينج عام داتا. التسميه الحقيقيه طبعا السيشن لاير مالهاش دعوه بالقصه دي لانها بتفتح قناه اتصال بس. ترانسبورت لاير الداتا اسمها ايه؟ بيسموها سيجمنت، هي مش الداتا الكبيره بتتقطع لسيجمنتات صغيره، لذلك بيسموها سيجمنت. يبقى اسم الداتا في الترانسبورت لاير بيسموها سيجمنت، حتى بيسموه كده حاجه اسمها بيقول لك ان البي دي يو، بي دي يو اختصار للبروتوكول داتا يونت، اسم الداتا يعني، سيبك من اسم الداتا، بروتوكول داتا يونت اللي هو اسم الداتا. في الترانسبورت لاير بيسموها سيجمنت. سيجمنت، يبقى فكرني عشان انا بنسى الحته دي. لما ننزل على النتورك لاير قول لي اسم الداتا فيها ايه. تمام؟ فاسمها ايه؟ اسمها سيجمنت. الحته الثانيه اللي الترانسبورت لاير بتعملها يا محسن، بتأدي خدمتين، خدمه موثوق فيها وخدمه غير موثوق فيها. ازاي؟ بتأدي طبعا حاجه كده ولا خدمه بيسموها ريلايبل سيرفيس وخدمه ان ريلايبل سيرفيس، خدمه موثوق فيها وخدمه غير موثوق فيها، خدمه موثوق فيها وخدمه غير موثوق فيها. عشان تأدي الخدمة الموثوق فيها بتستخدم بروتوكول TCP/IP، وعشان تقدم خدمة غير موثوق فيها بتستخدم برضه بروتوكول. طب ايه الفرق ما بين الخدمتين؟ هتعرف كل ده كمان شوية، الموضوع هيبدأ مبهم وفي الآخر هينتهي بإنك عارفه إن شاء الله.
عشان تأدي الخدمة الموثوق فيها بتستخدم بروتوكول اسمه TCP Transmission Control Protocol. TCP Transmission Control Protocol يعني بروتوكول مسؤول عن النقل. فهمت حاجة؟ ولا حاجة ملهاش معنى. خد بالك TCP هتعرف دلوقتي انا عايز اوصل معاك المعنى. ما تقولش TCP يعني Transmission Control Protocol. بروتوكول مسؤول عن النقل. طب بيعمل ايه؟ بيعمل ايه يعني؟ TCP هو اصلا مشهور اصلا بانه TCP يعني ميزة الشبكات او مش يعني هي ميزة يعني او ان دايما الناس بتلجأ لتسميتها بالاختصارات. TCP كذا UDP كذا. هتلاقي دايما الاختصارات طول ما انت ماشي كده ان هو بياخد الحروف الاولانيه. خدت بالك؟ زي الراجل ده اسمه محمد محسن فهو معاه لك ايه؟ MM خلاص فبيختصر اسمه يعني. طيب عشان تستخدم او تأدي الخدمه الغير موثوق فيها بتستخدم بروتوكول اسمه UDP حاجه اسمها كده User Datagram Protocol. طب ده بيعمل ايه؟ وده بيعمل ايه؟ هتعرف دلوقتي. خلينا نكتب جنب البروتوكول الاولاني ده حاجه اسمها كده كونكشن ماشي اورينت. والراجل ده حاجه اسمها كده كونكشن ليس. اكتب برضه جنب الراجل ده حاجه اسمها سند سيكونس نمبر اند اكنولجمنت نمبر. اما الراجل ده send sequence number only. فاهم حاجة؟ لا طبعا انا نفسي مش فاهم. طيب ايه الفكرة؟ فكرة ان البروتوكول اللي اسمه TCP ده بيديك مصداقية في النقل. ازاي مصداقية في النقل؟ تعال ما اديك مثال ونشرح عليه. لو قلنا ان الجهاز ده مربوط بالجهاز ده في شبكه خلاص بقى من المفروض ان ترانسبورت لاير بدات ايه تقطع الداتا لسيجمنتات صغيره وبدات تبعتها ترقمها السيجمنت الاولى السيجمنت الثاني السيجمنت الثالثه وهكذا. الراجل ده ادي الداتا اللي عنده اهي ترانسبورت لاير بعد ما بتقطع الداتا بتزود خانتين او بتركب هيدر راس كده خانتين كده واحده مكتوب عليها سيكونس والثانيه مكتوب عليها اكنولج اكنولج. لو تخيلنا يا جماعه ان الجهاز ايه هو اللي بيبعت الجهاز بي فهو قطع الداتا عنه واصبحت سيكونس 1 وسيكونس 2 وسيكونس 3 وهكذا بيبدا يجهزها ويبدا يبعتها للراجل ده يقول له خد السيكونس الاولانيه. بس خد بالك انا مش هبعت لك السيجمنت الثانيه السيكونس الثانيه او السيجمنت الثانيه قال لك ما تقول لي انا الاولى وصلت ها. فيقوم الراجل ده يرد عليا في الخانه اللي مكتوب فيها طبعا هو عنده سيكونس برضه اكنولجمنت. هيقوم يرد عليا يقول لي اكنولجمنت 2 يبقى افهم من كده ان هو بيطلب مين؟ 2 يبقى كده معناه ان هو استلم 1 خد 2 طبعا رد عليا هم رد عليا اقول له السيكونس بتاعتي خد 2. طب لما يرد عليا يقول لي اكنولجمنت 3 خدت بال حضرتك؟ اقول له خلاص خد 3 اكنولجمنت 4 خد 4 اكنولجمنت 5 خد 5. ملاحظ ان السورس والديستنيشن بيلاقوا بعض اثناء عمليه النقل. خد 1 خد 2 خد 2 خد 3 خد 3 خد 4. طب ايه ميزه دي؟ بتديك مصداقيه في النقل. عشان كده لما تيجي تسال اي برنامج نقل اي برنامج بينقل البيانات البرنامج ده نوعيته TCP يا برنامج يا اللي نقلت الملف الملف اللي بنقل اتنقل متاكد يا اخي والله العظيم اتنقل يعني الجهاز التاني كان شغال كان شغال وخد المعلومه. لذلك بيقول لك ان اي برنامج او البرامج اللي هي TCP بيسموها كونكشن اورينتد. عارف يعني ايه كونكشن اورينتد؟ لابد ان الجهازين اللي بيشتغلوا يكونوا اب عشان المعلومه تنتقل عشان يبدا الجهاز ده ينقل لابد ان الجهازين يكونوا اب. ليه؟ لانه مع اول سيجمنت هيبعتها خد 1 يستنى من الثاني يقول له هات 2 ده ما ردش عليا يبقى انا مش معاك. يبقى عشان يبدا ينقل فعلا لابد ان الجهازين يكونوا اب شغالين.
فاهمين دي كده؟ فعشان كده بيسموا اي برنامج اي سي في بيسموه كونكشن كوريان. وطبعا تلاحظ ان هو بيبعت السيكونس نمبر والاكنولجمنت نمبر، خد واحد طب ابعت لي اثنين، خد اثنين طب ابعت لي ثلاثه، خد اربعه، وينتظر رد الطرف الاخر عليه. طيب الخدمه الثانيه اللي هي البروتوكول الثاني اللي هو اليو دي بي. اليو دي بي عارفين ببعت ايه؟ ببعت السيكونس نمبر بس، يقوم مقطع الداتا ويرقمها سيكونس واحد اثنين، ابعتها لمحمد، طب خد واحد اثنين ثلاثه اربعه، يا عم استنى وصلت محمد؟ تيجي تسال البرنامج اللي بينقل كده ببرنامج كبرنامج يو دي بي، وصلت المعلومه لمحمد؟ بعتها؟ اه يا عم والله العظيم بعتها. طب وصلت محمد؟ روح اسال محمد بقى اذا كان بيشغل جهازه هيستلم، بس ما كانش مشغل مش هيستلم. خدت بالك؟ اذا كان حتى وقعت منه ولا محمد عنده كوليشن في دماغه انا بعتها له خلاص مش هشغل دماغي في الحوار ده. فمين اكفأ في النقل؟ مين اسرع في النقل؟ صح كده؟ لانه ما بيستناش الطرف الثاني يقول له خد 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 خد، خدت بالك؟ طب مين احسن من وجهه نظرك؟ في ناس بتستخدم دي وفي ناس بتستخدم دي. مين احسن؟ اه يعني هل يعني هل ده له استخدامات وده له استخدامات؟ مفيش حد احسن على فكره. اي سي بي ودي بي مفيش حد احسن من حد. زي بالظبط لما اقول لك بقى مين احسن؟ الشباب ولا البنات؟ طبعا انت بتقول الشباب طبعا بقى تقول لك البنات احسن من مره يعني. صح؟ مفيش حد احسن من حد. كل واحد له دور مهم في الحياه بيأديها ومحتاجين ان محتاج العالم محتاج ان النوعين يكونوا موجودين جنب بعض عشان تستمر الحياه، لو ده لوحده هيموت، لو ده لوحده هيموت. لذلك النوعين موجودين ومستخدمين على حسب نوع الخدمه اللي انت عايزها. ازاي؟ قبل ما اقول لك ازاي، قبل ما اديك امثله واقول لك ازاي، خلينا اديك مثالين للتي سي بي والاي دي بي عشان الرؤيه تتضح قدامك شويه. عارف انت بتبعت جواب، انا مثلا ببعت جواب لمحمد. لو انت رحت مصلحه البريد هتلاقي في نوعين من الجوابات، في جواب عاده صح كده؟ حد فيكم بعت جوابات قبل كده؟ في جواب عاده وفي جواب كده اسمه مسجل بعلم وصول، اغلى شويه من العاده تقريبا بجنيه ونص ولا حاجه. الجواب العاده انا ببعته لمحمد، فبيجي الراجل بتاع البوسطه يعدي على العنوان اللي انا كاتبه محمد فلان محمد ايه؟ محمد عبد اللطيف العنوان كذا كذا كذا، فرع على العنوان ما لقاش العنوان او ما لقاش محمد او ما لقاش البيت اصلا. فيقوم يعمل ايه؟ برمي برجع المصلحه خلاص. انا بعت وصل انا ما اعرفش الله اعلم هو ده اللي انا ما اعرفش وصل ولا لا. طب لو في بقى جواب مسجل بعلم الوصول بقى عامل ازاي؟ انا بعت جواب لمحمد فراح الراجل بتاع البوسطه استاذ حضرتك استاذ محمد اتفضل الجواب جاي لك من فلان، طب شكرا، طب لو سمحت انضم هنا ومضم هنا. بعد كده يجي لي ايه، عدى على الراجل بتاع البوسطه ولا حاجه يقول لي على فكره السلام استاذ محمد استلمه وادي الرنه بتاعته ادي قرار النهائي. فانا كده عرفت ان هو وصل لمحمد. طب لو راح العنوان بتاع محمد وما لقاش محمد يقوم يعمل ايه؟ يوم يرجع لي بالجواب ويقول لي الجواب اهو لم يستدل على العنوان، يبقى انا فهمت الحالتين، عرفت اذا كان راح لمحمد او ما راحش لمحمد. انما في الحاله الاولانيه حتى لو محمد نفسه كان موجود واستلم الجواب برضه انا ما عرفتش. خدت بالك؟ يبقى ده فرق جوهري ما بين الدي سي بي والدي بي. ها؟ حد يعرف يديني مثال لاي برنامج يكون شغال دي سي بي؟ ايه البرنامج اللي انت ممكن ابلكيشن يكون شغال دي سي بي؟ هذا هو. انت بعض. هقول لك على حاجه انت جربت تمو فيور فيور شغال. هقول لك على حاجه كلنا عارفينها، مثلا زي مثلا الايميل. انت عندك ايميل صح؟ بعت انا ايميل لمحمد فكتبت او كتبت الايميل العنوان بتاع محمد كتبته صح، فالمعلومه انا بعت له مثلا كلام السلام عليكم ورحمه الله، ازيك يا محمد عامل ايه مش عارف ايه كلام من ده بطمئن عليه. هل الكلام طبعا بعد ما بتتبعت بيكتب لك كده في الايميل صح؟ يعني خلاص يعني بيقول لك ان المعلومه دي وصلت. هل الكلام اللي انا بعته لمحمد بيروح ناقص حرف؟
عمرك كده بعت ايميل كان رايح نصحر؟ لانه بيستخدم خدمه الدي سي بي، معلومه زي ما في البيت زي ما بتوصل. غير كده كمان لو انا كتبت اسم محمد غلط، الايميل بتاعه غلط في حرف ولا كده، فراحت ما فيش ايميل بالاسم ده، فيقوم اللي هو يرد عليا يقول لي ايه الفيلير، الاسم ده مش موجود. فانا عرفت كده ان انا ما راحتش، ولو راحت برضه عرفت انها راحت، ومتاكد كمان ان المعلومه اللي جوه وصلت زي ما هي. طيب حد يعرف يديني مثال لبرنامج يوديبي؟ السؤال دلوقتي، مين اكفأ في النقل؟ مين اسرع؟ خدت بالك؟ يعني اليوديبي انت محتاجه في حاجات سريعه تنقل بسرعه. زي ايه؟ الشير مثلا. ها؟ الشير لا. لما اكون قاعد مثلا، لا مش اليوتيوب، لان اليوتيوب فيديوهات مسيبه على السايت نفسه. تقدر تعتبرها دي سي بي. جدع، انت مثلا قاعد بتتفرج على ماتش بس مباشر، او قاعد بتتفرج مثلا على قناه اخبار، قناه بي بي سي، قناه الجزيره، بس مباشر. ها؟ بس مباشر. المذيع كان بيتكلم، طبعا بتفرج عليه لايف، فالمذيع بيتكلم، هو بيتكلم مثلا بيشاور بايده مثلا كده، فنتيجه لان في اختلاف في الترافيك ولا كده شويه. طبعا هو عمال بيبعت لك صور، مجرد ما انت فتحت سيشن مع السيرفر اللي عليه البث المباشر بتاع الموقع ده او بتاع القناه دي، انت بقى عمال ايه بيبعت لك في الصور بتاعت المذيع، لان انتوا عارفين ان الصوره المتحركه عباره عن صور ثابته بتتبعت ورا بعض، كان الكاميرا بتاخد ايه بتلقط تلقط تلقط وتبدا تبعت ورا بعض، فتشوف انت الصوره كانها بتتحرك، صح كده؟ درست راديو تلفزيون؟ مش مشكله. طيب الراجل المذيع كان بيحرك ايده كده وبيمد ايده كده لتحت عشان يجيب مش عارف قلم من هنا كده، فانت قمت ايه انت كانت بمجرد ايده كانت هنا، وتبص لقيت ايده مسكت القلم، طب فين الحركه دي اللي نزلت لتحت؟ اصل حصل كوليجن، الترافيك اللي هم بيبعتوه او الداتا اللي بتتبعت حصل لها كوليجن، اصطدمت فطارت، تمام كده؟ فانت جات لك اخر صوره، جات لك اللي هي دي، بقيه الصور اللي في النص دي ضاعت. طب ليه؟ لانه بيستخدم برنامج نقل او بيستخدم ابلكيشن في النقل يو دي بي وليس دي سي بي. انت عارف لو دي سي بي هيطلع ايه؟ انت اهم حاجه في نقل الصوره السرعه، ان الصوره ما تقطعش. لو انت شغال برنامج تي سي بي يجي السيرفر يبعت لك الصوره الاولانيه يقول لك بص انا مش هبعت لك الصوره الثانيه لما تقول انك ايه استلمت الصوره الاولانيه، هتبص الصوره بقى ايه؟ مش هنخلص. انما لو يو دي بي مجرد ما تفتح سيشن معاه يقول لك انت كده فتحت سيشن معاه، طب خد صوره 2 3 4، طب صوره 2 وقع و3 4 وقع، مش مشكله اللي بعدها يفهمك اللي بعدها ايه هيكمل الدنيا. ده بالنسبه لمين؟ يعني انت محتاج اليو دي بي في الابلكيشن اللي بتنقل فيديو او اللي بتنقل اوديو صوت. لو انت قاعد مثلا تسمع برضه حاجه بس مباشر، قناه مثلا اذاعه القران الكريم، اذاعه شباب الرياض، تسمعها بس مباشر على النت، تمام؟ برضه ممكن تقطع اذاعه البي بي سي، اذاعه اسمها ايه بتاعت فرنسا دي بتاعت الاخبار، فممكن الصوت يقطع، خدت بالك؟ طب والصوت اللي قطع اللي راح ده نتيجه الاختناق حصل في الانترنت وزحمه، حد بيعمل داونلود ولا حاجه فخنق لك الدنيا، فالداتا وهي جايه حصل لها اصطدام او اتخنقت او ما وصلتش بالسرعه المطلوبه فاتبخرت فضاعت، مش لازم تيجي، اللي بعدها هيفهم، اللي بعدها هيفهم، خدت بالك؟ فانت محتاج اليو دي بي، اي برنامج اوديو او فيديو محتاج انك تنقله بابلكيشن يكون يو دي بي. فاحنا محتاجين البرامج التي سي بي في دقه النقل، اما برامج اللي شغاله باليو دي بي محتاجينها في سرعه النقل، احنا ننقل بسرعه. ماشي كده يا عم محسن؟ ده كان بالنسبه للايه؟ للقصه دي. طبعا في حاجه ثالثه ترانسبورت لاير بتعملها، مش هشرحها دلوقتي عشان ملهاش يعني ايه ملهاش مكان دلوقتي، هتتشرح ان شاء الله قدام شويه لما اجي اتكلم عن ترانسبورت لاير بالايه؟ بالتفصيل. بص يا سيدي، يبقى احنا دلوقتي وصلنا لغايه فين؟ الابلكيشن لاير. البرزنتيشن لاير طبعا فيها داتا
ستيشن لير بتفتح قناه اتصال ما بين السورس والديستنيشن، اما الترانسبورت لير بتقطع الداتا سيجمنتات صغيره وبتركب لكل سيجمنت يا شباب بتركب لها حاجتين كده، اذا كانت تي سي بي بتركب لها سيكونس نمبر واكنولجمنت نمبر، مش كده؟ مش ده اللي بيحصل؟ المنظر ده كده قلنا اسمه سيجمنت. خش على اللي بعدها، خد بالك احنا لسه نازلين من الدور الكامل السابع، نزلنا على السادس على الخامس على الرابع، جه الوقت ان احنا ننزل الدور الثالث. خد بالك لاحظ ان انت كده كل دور انت بتنزله بتركب لك حاجه زياده، كل دور بتنزله بتركب لك حاجه زياده. نتورك لير بتركب حاجتين، الحاجه اللي فاتت زي ما هي، ادي الداتا بتاعتك اهي، وادي السيكونس اهو، وادي الاكنولج اهي. عارف ان النتورك لير بتركب حاجتين، حاجه اسمها سورس اي بي، حاجه اسمها ديستنيشن اي بي، عنوان للمرسل وعنوان للمستقبل. استنى عليا بقى، اي بي يعني عنوان للجهاز، كل جهاز على الشبكه لابد ان يكون عنوان، كل واحد قاعد في منطقه وله بيت لابد من كل بيته في البلد الفلانيه في المركز الفلاني في الحاره الفلانيه في الشارع الفلاني بيت نمره كذا، كل واحد له عنوان على مستوى العالم ومفيش تشابه ما بين العنوان والتاني. كذلك اي اي بي او اي جهاز في الشبكه اللي انت فيها على مستوى العالم كله لا مش هتلاقي في حاجه متشابهه، مش هتلاقي في عنوان زي عنوان. خدت بالك كل واحد فينا له عنوان ما يقدرش يغيره، او مش ما يقدرش يغيره، يقدر يغيره بس ليك عنوان ثابت. عنوانك هو الاي بي، عنوانك هو الاي بي. ايه هو الاي بي؟ الاي بي ده ان شاء الله هشرحه لك في الحصه اللي بعد الجايه بالتفصيل الممل، بس خلينا ارسم لك رسمه كده عشان افهمك معنى الحتتين اللي انا ضفتهم دول. امسح بس الحته دي كده. بص يا سيدي، الجهاز ده اسمه راوتر، ده رمز الراوتر على الورق، لما نيجي نكتبه على الورق ده كده رمز الراوتر. الراوتر ده محسن وده رمز السويتش، مش كنا عملنا السويتش كده؟ في هنا جهاز مثلا وفي هنا جهاز، والراوتر ده متوصل براوتر تاني، والراوتر ده متوصل مثلا هنا كده دي مثلا جهاز، والراوتر ده هنا هنقول ان ده مثلا 10 0 0 1. امسح بقى البتاع اللي فوق كده، وده 20 0 0 1 وده 30 0 0 1. يا جماعه الجهاز ده لو عايز يبعت، ده مثلا هنقول مخرج رقم 1 وده المخرج رقم 2، لو الجهاز ده عايز يبعت معلومه للجهاز 30 1 فيقوم يعمل ايه؟ سيبنا الجهاز ده مش مشكله، ارفعنا الجهاز، هيبقى السورس اي بي كام يا شباب؟ 10 0 0 1 رايح يكلم مين؟ 30 0 0 1 ديستنيشن. فتقوم ايه؟ تخرج ال نسيت تقولوا لي دي اسمها ايه؟ موبايلات صمت لو سمحت. ابراهيم اقفل الموبايل. طيب احنا كنت انت قلت لي اسمها سيجمنت صح؟ نزلت تسالوني تقول لي اسمها، مش انت قلت لي في الداتا في كل لاير لها اسم؟ مش كل الداتا في كل لاير لها اسم؟ زي بالظبط. انت اسمك ايه؟ محمد ايه؟ عبد اللطيف. هنقول له مثلا محمد عبد اللطيف مثلا، ممكن نفس الشخص اهو له كذا اسم بحسب المكان اللي هيبقى موجود فيه. هيبقى موجود هنا هنقول له يا محمد، صح كده؟ هيبقى موجود بيتعامل مثلا في حكومة استاذ محمد عبد اللطيف لو سمحت اتفضل. قاعد مع اصحابه هيقولوا له عبد اللطيف. صح؟ مش محمد باسمه بدل ما كان محمد باسمه ايه؟ عبد اللطيف. هيروح البيت هيقولوا له يا ميدو يا حماده حاجه زي كده. طيب كذلك الداتا في كل لير هي بتنتقل فيها هيبقى لها ايه؟ هيبقى لها ايه؟ السيشن اسمها ايه؟ ملهاش السيشن دي مالهاش دعوه بالداتا خالص، دي بتفتح قناه اتصال، مالهاش دعوه بالداتا. الابلكيشن اسمها ابلكيشن، ويمكن حتى ما نعتبرش الابلكيشن اسم. التسميه الحقيقيه بتبدا من اول مثلا برزنتيشن لير اللي هي الداتا. خش بقى في ترانسبورت لير اسمها سيجمنت. في النتورك لير السيجمنت لما يتركب لها سورس اي بي وديستنيشن اي بي يبقى اسمها باكيت.
وركز قوي في الكلمات دي، خد بالك، لاني ممكن اقول لك ايه الباكت وهي ماشيه حصل لها كذا كذا كذا، ما تعرف ما تبقى انت فاهم ان انا بتكلم عن الداتا وهي فلير ثلاثة فلير ايه 3 اللي هي النتورك. بقول لك السيجمنت وهي ماشيه مش عارف ايه، هتقولي لا ده انت كده بتتكلم عن لير 4 انت عن سبورت لير، عشان تبقى انت فاهم ان انا هتقالي لير على حسب الاسم اللي انا ايه بستخدمه، اقول لك باكت ولا اقول لك سيجمنت. طيب هنقول بقى ايه الباكت دي بقى وهي ماشيه، صح كده الكلام؟ طبعا الباكت دي خارجه اكيد في هنا داتا واكيد في سيكونس واكنولج، بس انا مركز على ايه الهيلر ده اللي هو فيه سورس اي بي وديستنيشن اي بي. الداتا بتاعتك وهي ماشيه عدت على الراوتر ده، الراوتر ده طبعا له تعريفات كتير وان شاء الله تفهم شغله اول ما ندخل فيه، ولكن خد حته كده صغيره تعريف صغير كده للراوتر. الراوتر هو جهاز يستخدم للربط بين الشبكات المختلفه، الراوتر هو جهاز يستخدم للربط بين الشبكات المختلفه. وقف الفيديو بقى، انا كنت حتى كنت بقول لك ان الراوتر هو جهاز عنده القدره على الربط بين الشبكات المختلفه، جهاز عنده القدره على الربط بين الشبكات المختلفه، الى جانب كمان عنده القدره على اختيار افضل مسار، ماشي كده، يختار افضل مسار الى جانب انه يقدر يوصلك للشبكه اللي انت عايزها. يعني لو جت المعلومه من الجهاز ده جت له ايه بقى اسمها ايه باكت ان فار اي بي سورس اي بي سورس اي بي جت للراوتر ده، فالراوتر ده يبدا يبص انت رايح فين، انا رايح ل 30001. 30001 هنا في جدول في الراوتر ده ان شاء الله تبقى تدرسه بالتفصيل، حاجه اسمها الراوتنج تيبل، جدول كده في الشبكه الفلانيه اقرب مسار لها كذا، الشبكه الفلانيه اقرب مسار لها كذا، واخرج منين عشان توصل للشبكه الفلانيه، في جميع الشبكات بالمسارات بتاعتها ان شاء الله تدرسه قدام يعني. فالمهم ان الراوتر ده هيبص في الجدول، انت عايز توصل للشبكه 30، الشبكه 30 عشان توصل لها اخرج من فتحه 2، يقوم موصلك فعلا للراجل، مش هيضحك عليك ويقول لك اخرج من واحد، ده هو راجل محترم، الراوتر عنده القدره على اختيار افضل مسار. الى جانب كمان انه بيعمل حاجه حلوه، يعني شوف هو قدر ايه؟ قدر يوصلك اهو، يبقى اذا الراوتر عنده القدره على اختيار افضل مسار. هقول لك على حاجه ثانيه؟ هقول لك على حاجه ثانيه. لو قلنا كده الراجل ده عشان يروح ل 20 واحد بقى مش 30 واحد، نقول له عايز يروح ل 20 واحد. ها؟ ممكن يمشي في كم مسار؟ ممكن يمشي كده؟ الراجل بتاع اسمك ايه؟ عبد المحسن. محسن. الـ ممكن يا عبد المحسن يمشي في المسار اللي فوقاني، صح الكلام؟ وممكن يمشي كده في المسار وبرضه هيوصل. طب مين احسن؟ ان شاء الله قدام شويه لما تدرس حاجه اسمها المتريك باذن الله اللي هو المتريك ده، هيقول لك ان افضل مسار هو المسار مؤقتا كده تعريفا، هو المسار اللي فيه اقل عدد رواتر. المسار اللي فيه اقل عدد، طب انت هنا انا واقف على الراوتر ده، هنا هنط نطه واحده واوصل، اما هنا دي نطه 2 3 4، يبقى مين اقرب لي؟ هو ده يقول لك الراوتر ده يقول لك اخرج من الفتحه دي ما تخرجش من تحت. شفت بقى الراوتر وحلاوته؟ عنده القدره على اختيار افضل مسار. يبقى ممكن نلخص الهنت اللي ممكن نكتبها على النتورك لير، ممكن تكتب جنبها كده ايه؟ فيست باس سيلكشن، فيست باس سيلكشن اختيار افضل مسار، اختيار افضل مسار. ده خلاصه النتورك لير. طيب احنا نازلين من فوق، خدت بقى حضرتك جينا في الترانسبورت لاير قطعنا وركب لنا سيكونس واكنولج بقسمنا سيجمنت، نزلت في نتورك لاير ركب لنا سورس اي بي وديستنيشن اي بي عنوان الجهاز المرسل وعنوان الجهاز المستقبل عشان المعلومه وهي معديه على الراوتر، الراوتر تعرف تخرجنا منين، نخرج من هنا ولا من هنا احسن يعني. طيب وبعدين ندخل بقى على اللاير اللي بعدها اللي اسمها داتا لينك لاير. زي ما هي الاولانيه سورس اي بي ديستنيشن اي بي، ادي هنا الداتا وادي هنا السيكونس وادي هنا التكنولوجي. واحد يقول لي طيب استنى قبل ما تنزل في الداتا لينك لير، ثانيه واحده
انت بتقول لي الاي بي بتاع الجهاز، وانا ممكن اعرف الاي بي بتاع الجهاز ده فين؟ طب ايه ينفع اغيره؟ ينفع اكتب اي بي ينفع تكتب الاي بي وينفع تغير؟ طب المكان اللي بتكتب فيه الاي بي فين؟ لو بصيت معايا على الجهاز بتاعك، لو انت جيت على الشاشتين اللي بينوروا تحت اللي هم بتوع اللان دول، ضغطت عليهم دبل كليك، لو ضغطت هنا سبورت، ها يجيب لك ايه؟ الاي بي ادرس 192.168.320، الماسك بتاعك كذا، الجيت واي بتاعك كذا، هيتفهموا ان شاء الله في حصص جايه. بس انا الاي بي بتاعي كام؟ العنوان بتاع الجهاز بتاعي كام؟ 192.168.320. راح يقول لي طب يا باشمهندس انا ممكن اغير الاي بي بتاعي؟ اه عادي اعمل كده، يلا دبل كليك هنا في البروبرتيز. ها؟ نعم على الشاشتين اللي بينوروا تحت. تاني دبل كليك على الشاشتين اللي بينوروا تحت. مش هيطلعش. ثانية واحدة، خليكم معايا خليكم معايا، أنا كنت مفكر إن الشاشات عندكم. ثانية واحدة شباب، يعني كده انتوا شايفين الشاشه بتاعتك. هتعمل ايه؟ الشاشتين اللي بينوروا تحت دول بتوع اللان، اضغط عليهم دبل كليك. لو ضغطت هنا سبورت هيقول لك ان الاي بي ادرس بتاع الجهاز بتاعي 192.168.320. وعلى فكره الاي بي ده انا بس اللي واخده، مفيش حد فيك غير واحد واخده. لو حد فيك واخده هيقول لي في كونفليكت اي بي، في اي بي متشابه، فما ينفعش اثنين كلهم نفس العنوان في نفس الايه؟ في نفس الشبكه. ماشي الكلام؟ طيب واحد يقول لي طب انا عايز اغيره، اضغط بروبرتيز، هات اخر حاجه، حاجه اسمها انترنت بروتوكول تي سي بي اي بي، دبل كليك عليه هيتفتح لي شاشه كده. اه عايز تستخدم بقى الاي بي؟ انا لا، انا عايز احط اي بي مثلا يكون 11.3.11، وبراحتك اكتب الاي بي اللي انت عايزه. فحتى الاي بي بيسموه، الاي بي ادرس بيسموه لوجيكال ادرس، يعني عنوان وهمي يمكن تغييره. طيب رجع لي تاني كده بقى على السبوره، ده بالنسبه للاي بي. طب بالنسبه احنا نزلنا بقى للليير اللي بعدها اللي هي الداتا لينك لير. الداتا لينك لير بتعمل ايه؟ تيجي للباكت بتاعتك وتضيف لها هيدر تاني. الهيدر ده عباره عن حاجتين، ركب حاجه اسمها سورس ماك وحاجه اسمها ديستنيشن ماك. سورس ماك وديستنيشن ماك. ايه بقى الماك ادرس؟ ايه هو الماك ادرس؟ انت فهمت الاول يعني ايه اي بي؟ ايه بقى الماك ادرس؟ طيب عشان اقول لك ماك ادرس، بص يا سيدي، في حاجه اسمها فيزيكال ادرس وحاجه اسمها لوجيكال ادرس. اللوجيكال ادرس ده اللي هو الاي بي ادرس، اما الفيزيكال ادرس اللي هو الماك ادرس. اللوجيكال ادرس يعني عنوان يمكن تغييره، ده تقدر تلعب فيه براحتك زي الاي بي ادرس كده. اما الفيزيكال ادرس فهو عنوان لا يمكن تغييره وهو الماك ادرس. هل الماك ادرس تقدر تغيره؟ ها؟ بيتغير. الراجل ده بيقول لي بيتغير. طيب كويس، خليك معايا، انا بقول ان هو ما بيتغيرش. الراجل ده بيقول لي بيتغير، وانا بقول ان هو ايه؟ ما بيتغيرش. الاول نفهم يعني ايه ماك ادرس، ونتفاهم في النقطه اللي هو بيتكلم فيها انا هو، او ان احنا الاثنين معترضين مع بعض، وان شاء الله نوصل لنقطه ايه؟ ان احنا الاثنين متفقين، هو صح وانا برضه صح. طيب ايه بقى الماك ادرس؟ الماك ادرس ده العنوان الحقيقي لكارت اللان بتاعك، وده عباره عن 12 رقم وحرف. عنوان كده بيتكتب بحاجه اسمها ابراهيم هيكسا ديسم، تمام كده؟ طبعا انتوا عارفين نظام هيكسا ديسم، انتوا كنتوا درستوه في الكليه. ده بيعبر عن العنوان الحقيقي لكارت اللان بتاعك.
وده عبارة عن 12 رقم وحرف مطبوعين على الشباية اللي هي الاي سي بتاعت كارت الله، ما بتغيرش، محفورة عليه في الروم بتاعه، ما بتتغيرش. طب واحد يقول لي طب هو جهازي ده لومه؟ قالوا ما طب وريهولي اوريه. لو انت برضو جيت ضغطت على الشاشتين اللي بينوروا، في كذا طريقه ممكن تعرفك الماك ادرس بتاع الجهاز بتاعك. لو جيت على الشاشتين اللي بينوروا ضغط دبل كليك، وجيت هنا ضغط سبورت، بس اضغط هنا ديتيل، ديتيلز هتجيب لك التفاصيل كلها. اول حاجه فوق كام؟ فيزيكال ادرس. شوف كام رقم؟ لو عديتهم هتلاقيهم 12 00217 اي بي، مش هتلاقيهم 12. اقول لك طريقه ثانيه تجيب بيها الماك. ستارت نت كات يا راجل طيب، تعال بص بتاعنا اهو سي ام دي خلاص. لو ضغطت انا سي ام دي وانتر، في كوماند ظريف كده اسمه جيت ماك. خدت بالك؟ فجاب لك هنا الايه؟ المكات اللي على الجهاز بتاعنا، الناس دي تقريبا مسطبه في ام وير، فجاب لي الماك بتاع الجهاز بتاعي والاثنين ماشينز اللي هو عامله. طيب انا كده هتلخبط، انا مش عارف ايه هو، مش باين فيهم هو مين. في كوماند تاني ظريف اسمه اي بي كونفج سلاش اول، اي بي كونفج سلاش اول. لو ضغطت انتر بص بقى يا سيدي، خلينا نكبر الشاشه بتاعتنا. احنا كتبنا الكوماند اهو، بص بص بص، ايثرنت ادابتر في ام وير، دي المكنه بتاعت الفي ام وير، الناس هنا مسطبه في ام وير اللي هو الفيرشوال ماشين، وهنا برضو في ام وير ماشين 1، ودي في ام وير ماشين 8. لا انا عايز بص 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 كارت اللاب الحقيقي بتاعنا اللي هو ايثرنت ادابتر لوكال اريا كونكشن، لوكال اريا كونكشن. الماك بتاعه كام؟ هو ده مكتوب جنبه ايه؟ خلينا نكبر ال ده فيزيكال ادرس اللي هو زي ما انت شايف ده. لو انت قارنت ده الرقم اللي هنا دوت، قارن ده بده كده، عايزين نجيبها لكم كده ايه جوه ورقه مش هتشرب. ها خدت بالك؟ سي دي 19، ها اخره سي دي 19. ده بالنسبه للماك ادرس. فهمت ان الجهاز بتاعك له عنوان ثابت ما بيتغيرش اللي هو الماك ادرس. طيب الاول برضه الماك ادرس ده عباره عن ايه؟ يعني انت لغايه دلوقتي ما قلتلناش، عمال تقول لنا الماك اهو واجيبه ازاي مش عارف ايه. طب الماك ده اصلا عباره عن ايه؟ بص يا سيدي، حد يملي لي كده ال 12 رقم كده. مليني يا عصام الشمال يا عصام، ماشي 00 يلا، ها 21 97 ها اي بي ايه اي بي اي بي سي بي 19. السته الاولانيين بيدلوا على حاجة، والستة الأخرانيين بيدلوا على حاجة. الستة الأولانيين دول يا شباب دول بيسموهم حاجة كده اسمها الـ OUI Organization Unique Identifier، المميز للشركة. يعني بمعنى صح ده كده الستة الأولانيين دول يا جماعة دول السيريال نمبر بتوع شركة التصنيع، سيريال نمبر أوف كمباني، السيريال نمبر بتوع شركة التصنيع. تمام كده؟ طب الستة التانيين دول السيريال نمبر بتوع الكارت نفسه، سيريال نمبر اوف كارد، السيريال نمبر بتوع الكارت نفسه. يعني أي شركة بتحب تصنع إبراهيم وهتطلع كروت، كل الكروت اللي هتبقى طالعة من نفس الشركة هتلاقوها لهم نفس الستة البداية دول، بس الستة الأخرانيين هتلاقوا فيهم تانيين. على فكره الاجهزه اللي انتوا قاعدين عليها كده، يعني كل واحد قاعد على الجهاز بتاعه وبص، هو بيقارن ما بين جهازه وجهاز زميله، هيبص يلاقي السته الاولانيين اصلا خارجين من نفس المكان. خدت بالك؟ هيلاقي السته الاولانيين زي بعض والسته الاخرين فيهم تغيير. يبقى السته الاولانيين دول ايه؟ السيريال بتوع الشركه، ما هو كل شركه بتصنع لها سيريال نمبر عشان يتعرف المنتج ده تبع اي شركه. وغير كده ده اي منتج مثلا بتصدر بره ولا حاجه بيتكتب عليها السيريال نمبر بتاع البلد، السيريال نمبر بتاع الشركه، والسيريال نمبر بتاع المنتج نفسه عشان تعرف من انهي حته بالظبط، فيعرف لو في ايرور ولا في حاجه ولا كده، ولا يعني ضروري يرجعوا للمصدر اللي خرجت منه القطعه دي. ماشي؟ ده بالنسبه
الاويو. كان محمد قال لي دلوقتي انا بقول ان السيريال نمبر ان قصدي الماك ادرس ما بتغيرش. انا بقول ان هو ما بتغيرش ومحمد بيقول لي لا بتغير وانا اعرف اغيره. محمد بيحب يغيره ازاي؟ لو تخش لي كده بالكاميرا محمد لما يحب يغير الماك ادرس الشباب يغيره كده. وطبعا محزني الماك ادرس كام كذا 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 كذا. انا بصوا يا جماعه انا هغير الماك ادرس ده. بصوا كده روبرتس كونفيجر وادخل هنا على ادفانسد حاجه هنا اسمها نتورك ادرس واقول له اختار فاليو وليكن انا هكتب الماك ادرس بتاعي كله واحد واقول له اوكي تمام كده. انتوا طبعا هتلاقوا نفسكم انتوا فصلتوا تمام كده. هرجع اجيبكم تاني لان الماك ادرس بتاعي اتغير. مش عايز يكونكت عليهم ده لان الماك ادرس بتاعي اتغير. طيب لو انا حبيت اشوف الماك ادرس الجديد استنى ما نجيب الناس تاني. مش عايز يكونكت انا مش عارف. طيب لان الماك ادرس الجديد لو انت ضغطت كده وجبت سبورت وجبت ديتيلز كان المفروض يحصل تغيير هنا للماك ادرس يتقلب وحاجه. بس لو عملت ان شاء الله لو عملت ريستارت ولا حاجه هتبص تلاقي الماك ادرس ايه اتغير. لكن المفروض هنا ايه لو انت ضغطت ديتيلز سبورت ديتيلز كان المفروض الماك ادرس يتغير لان نسخه الويندوز اللي هنا ايه مش تمام يعني. فكان المفروض انها تتغير زي ما انا ايه زي ما انا عملت. وفي برامج بتغير الماك في برنامج اسمه كده تشينج ماك بيغير الماك. اهو القيمة الجديدة اهي المفروض كده كده المفروض يبقى اعتمادها يعني. ثانية واحدة ثانية لا كان المفروض يتغير لما يعني نسخة الويندوز هنا فيها ايه؟ فيها مشكلة. المفروض كان يتغير فعلا وحايد وكده خلاص؟ طيب طيب يبقى احنا فهمنا الأول يعني ايه ماك ادرس؟ يمكن تغييره. الحركة دي اللي أنا عملتها ينفع تغير الماك ادرس بس في مشكلة في نسخة الويندوز. الحتة التانية كمان اللي أنا عايز أقولها لك طب ما انا كده غيرته الراجل ده كلام صح هو لو غير اصلا يعني الراجل ده في برامج بتغيره جيت ماك اللي هو البرنامج اسمه تشينج ماك بيغير لك الماك ادرس بتاعك بتاع الجهاز بتاعك زي الحركه دي بالظبط. طيب ما كده اتغير هو كده ما غيرش انت كده ضحكت على الويندوز انت كده ضحكت على الويندوز وقلت له ايه الماك ادرس هو اللي انا كتبته الوحيد ده بس لو خلعت كارت اللان يا محمد من جهازي ده وركبته في جهاز تاني او نزلت نسخه ويندوز ها هيرجع لاصله يعني هو ما بيتغيرش. بس انا لما بغيره انت بتقول بتغير صح لما بتغيره انت بتضحك على الويندوز انت ما غيرتش اصلا انت بتضحك على الويندوز الماك ادرس بتاع كارت اللام بتاعك كذا تمام كده. ده كان بالنسبه للجزئيه بتاعه الماك ادرس فيما يستخدم الماك ادرس. خلاص عرفت بقى الماك اهو. طيب احنا ليه بنحط الداتا بتاعتنا ماك؟ بص يا شباب لو فينا جهاز خلاص انا قربت اخلص يعني ما قالت يعني لو قلنا الجهاز ده اسمه ايه والجهاز ده اسمه بي وهنا مثلا اكس واي زد تابل ازاي الداتا بتتنقل او ازاي برضه نسيتوا تسالوني اسم المنظر ده ايه؟ الباكت لما يتركب لها سورس ماك وديستنيشن ماك يبقى اسمها ايه؟ جدع يبقى اسمها فريم تمام كده؟ لما تلاقي الباكت بتاعتك يتركب لها سورس ماك وديستنيشن ماك يبقى اسمها فريم يبقى احنا خدنا سيجمنت باكت فريم
لو الفريم تعال نرسم فريم خارجه من الجهاز ده راح الجهاز ده، هنقول ان الجهاز ايه. على فكره انا كاتب ده الماك بتاع الجهاز ده، ده يعني ايه ده اعتبره الماك. هتقول لي ده 12 رقم، انا مش هقدر اكتب 12 رقم بقى. الحرف ده اللي اسمه ايه ده يدل مؤقتا كده على الماك. طيب المعلومه هي خارجه من الجهاز ده، سورس اي بي كام والديستنيشن اي بي كام؟ سورس اي بي 10.0.0.1 والديستنيشن 20.0.0.1. طب السورس ماك ايه؟ طب الديستنيشن ماك غلط، ديستنيشن ماك اكس. حد يعرف يقول لي اكس ايه؟ خدوا بالكم الاي بيهات دي، عشان الاي بيهات دي الاي بي ادرس. انت كل جهاز او كل نقطه بيبقى فيها عنوانين، العنوان بتاعك الاولاني اللي هو الاي بي ادرس عشان يكلم اي بي هناك، الاي بي هات دي عشان تحدد عنوان المسار من البدايه حتى النهايه. طب هتمشي ازاي من جوه؟ ما هي بقى بتنط من هنا لهنا ومن هنا لهنا، الداتا بتتنطط بالماك ادرس. لابد يكون عندك ماك ادرس. ليه؟ لان جهاز المعلومه دي مش هتخرج كده، لان في عند الراجل ده مثلا ممكن يبقى في مسار تاني لشبكات تانيه، فتيجي عند الراجل ده يبقى انت ما بتبعتش المعلومه مباشره لده، لا ده انت بترميها للراجل ده، للراوتر ده اللي هو الجيت واي بتاع بوابتك للخروج للعالم الخارجي، بترمي له المعلومه يبدا يبص انت رايح فين؟ ل 10 ل 20 واحد، يقول لك لا اخرج من مخرج واحد، يرميك كده للراوتر اللي بعده، للراوتر اللي بعده، الراوتر اللي بعده يرميك للراوتر اللي بعده. فخروجك من عندك انت ما بترميش لبيه، لا انت صحيح رايح من 10 واحد ل 10 2، بس المعلومه خارجه من كارت اللام بتاعك صاحب الماك ادرس ايه على فتحه كارت اللام بتاعه الراوتر. ما هو الراوتر فيه اكتر من فتحه، وكل فتحه بينفع يتحط لها اي بي، وكل فتحه لها ماك ادرس زي كارت اللام بتاع الكمبيوتر بتاعك. مش كارت اللام بتاع الكمبيوتر بتاعك انت حاطط له اي بي وهو كده كده اصلا له ماك، كذلك فتحات اللام بتاعه او فتحات الانترفيس بتاعه الايه بتاعه الراوتر. فانا هرمي من ايه؟ انا رايح من 10 1 ل 10 2، بس انا هرمي اول نقطه ايه؟ اكس. من ايه الاكس؟ يا راوتر يا اللي انت هنا ده، انا عايز اروح ل 20 2، اخرج من واحد ولا اخرج من اثنين؟ فمن الراوتر يقول لك اه، يبص في الجدول عنده، وده ان شاء الله تعرفه قدام، الشبكه 20 اخرج لها من هنا، فيبدا يخرج من هنا. مين السورس اي بي والديستنيشن اي بي؟ السورس اي بي زي ما هو 10.0.0.1، الديستنيشن اي بي 20.0.0.1، ما بتغيرش طول عمليه الارسال من البدايه للنهايه، الاي بي ما بتغيرش. تمام؟ على اساس طبعا ان كل اي جهاز بابليك، وان شاء الله تعرف بعدين يعني ايه بابليك. اما السورس ماك، استنى بقى عليا بقى، استنى بقى عليا بقى. طب السورس ماك والديستنيشن ماك هتخرج منين لفين؟ الراوتر ده هيخرجها من الفتحه دي. ليه بقى؟ هيخرجها من واي لمين؟ ماشي الكلام؟ طب وبعدين؟ النقطه الثالثه، لما الراجل ده يعمل ايه؟ سورس اي بي وديستنيشن اي بي 10.0.0.1 وبيكلم 20.0.0.1، خارجه منين لفين؟ الراجل ده يخرجها من هنا لهنا، من دبليو الى بي. ملاحظين ايه اللي حصل يا جماعه؟ اثناء عمليه الانتقال لما تعدي من راوتر لراوتر المد اتغير، بس الاي بي بتاع البدايه والاي بي النهايه زي ما هم ثابتين، لان المعلومه رايحه من شخص لشخص، فدول ما بتغيروش، الاي بي ما بتتغيرش، بالرغم ان هو لوجيكال ممكن انت تلعب فيه بايدك تغيره، ولكن اثناء عمليه النقل البياني الراوتر هي اوتوماتيك تقوم عامله ايه؟ تقوم شايله خلاص انت وصلت لي، طب انا عايز انقلك للراجل ده، اقوم عامل ايه؟ اقوم شايل الراس دي، اعمل حاجه اسمها كده دي انكابسوليشن، بفك التغليفه دي واركب لك تغليفه جديده من واي لزد، اعمل لك انكابسوليشن جديد من واي لزد، تقوم تتحرك كده، طب الراجل ده يعمل ايه؟ يفك التغليفه دي ويركب لك تغليفه من واي من دبليو لبي، اتحرك. تمام كده؟ فهمت الماك ادرس بيعمل ايه؟ يبقى الماك ادرس يستخدم للنقل الحقيقي للبيانات، لان المعلومه مش هتخرج من جهازك الا اذا كان لها ماك ادرس. ليه؟ لازم يبقى في كمان للديستنيشن اللي انت رايح له ماك ادرس، عشان انت هتنط لاقرب راوتر ليك، واقرب راوتر ليك ينططك للراوتر اللي بعده، والراوتر اللي بعده للراوتر اللي بعده، للراوتر اللي بعده لغايه ما توصل لايه؟ للراجل اللي انت بتكلمه صاحب الاي بي 20.0.0.1. ماشي الكلام ده؟ كان بالنسبه للماك. خدوا بالكم احنا نازلين السبع دول، خلاص قربنا على البوابه يا محمد. هاني ده تنزل بقى للفيزيكال ادرس. الفيزيكال ادرس كل الحاجات دي بتبقى في شكل اصفار وحايد باينه، عايزين نحولها لكهرباء.
الفيزيكال لير هي المسؤوله عن تحويل الفريم. الفيزيكال لير هي المسؤوله عن تحويل الفريم دي كلها ليه يا جماعه؟ لبيتس كهرباء. عارفين انتوا الاشاره الكهربائيه؟ بيتس فولت كهرباء عشان يمشي على السلك. تبدا البيتس بقى يمشي على السلك من الجهاز ده للجهاز للجهاز الثاني. فهمت المعلومه نزلت لغايه الدور الارضي ازاي؟ تعالى نكمل بقى بقيه الديزاين. احنا لغايه كده مش هنقف، بس اللي جاي اسهل بكتير. بص كده معايا، انا همسح بقى دي. احنا قلنا ان في ايه؟ ها؟ الفيزيكال بتحول ايه؟ بتحول الفريم الالكتريكال سيجنال اشاره كهربائيه عشان تمشي على السلك. لو قلنا عبد المحسن ان ده جهاز والجهاز ده مربوط في شبكه، استنى نعمل سلك كويس، مربوط في شبكه بالجهاز ده. الجهاز ده اكيد برضه هو كمان عماره. كام دور يا شباب؟ سبع ادوار. واحد اثنين ثلاثه اربعه سته سبعه. حد كده شاطر يقدر يمليني؟ غش قول لي غش من طرف تاني. دي اسمها ايه؟ جدع ما شاء الله عليك. ها؟ ده فلين جدع. ها؟ ترانسبورت. ها؟ سيشن جدع. برزنتيشن. ما شاء الله عليك، كل حلاوه دي ما شاء الله. طرف هو ده هيبقى العكس يا باشمهندس. ها؟ هيبقى العكس. كل لير كانت بتعمل حاجه عند السورس عند الديستنيشن تعمل العكس. ركز بقى معايا كده يا محمد. المعلومه مشيت على السلك بقى اهي، يعني خلاص دي السبع ادوار امك وتحولت لايه؟ لبيتس. اهي البيتس اللي هي دي كهرباء اهي ماشيه على السلك، وصلت للراجل التاني. الراجل التاني يعمل ايه؟ ده المستقبل. يقوم يعمل ايه يا محسن؟ فيزيكال لير هنا هتعمل عكس العملية هناك. تقوم تحول ايه يا عصام؟ تقوم تحول البيتس الكهرباء دي تحولها لفريم وتبعتها للداتا لينك لير. تحولها لفريم وتبعتها للداتا لينك لير. ثانية واحدة كده خليكم معايا عشان تبقى ايه؟ يبقى البيتس فيزيكال لير تقوم تحولها لفريم وتقوم مديها للداتا لينك لير، وهي بتطلع بقى المفروض المعلومة هتيجي هنا وايه؟ وتطلع. طيب اتحولت لفريم وطلعت للداتا لينك لير. الداتا لينك لير هناك هي اللي كانت بتحط السورس ماك والديستنيشن ماك. طب ما عند الديستنيشن ما خلاص وصلت، ملوش لازمه خلاص هي وصلت، فملوش لازمه السورس ماك والديستنيشن ماك. الداتا لينك لير هي اللي هتشيل السورس ماك والديستنيشن ماك من الفريم وتحولها لباكت وتقوم بعتها للير اللي فوق منها اللي هي نتورك لير. نتورك لير هناك عند السورس كانت هي تحط السورس اي بي والديستنيشن اي بي، صح الكلام؟ عند الديستنيشن ما خلاص وصلت، عند الديستنيشن خلاص هتشيل السورس اي بي والديستنيشن اي بي فتتحول الى سيجمنت او سيجمنت وتتبعت لمين؟ الترانسبورت لير. الترانسبورت لير هناك هي اللي كانت بتقطع وتحط سيكونس واكنولج، هنا هتجمع وهتشيل السيكونس والاكنولج. خدت بالك؟ تبعتها او تخزنها فين؟ على الهارد اللي هو البريزنتيشن لير. طب وبعد كده خلاص بقت الداتا بتاعتك اللي هي صفر وحاجه بتسجلها على الهارد اللي هي الايه؟ اللي هي الابلكيشن او البرنامج اللي انت بتستخدمه. عرفت ازاي المعلومه بتتنقل من جهاز لجهاز؟ تنزل سبع ادوار، تمشي على هيئه اشاره كهربائيه على السلك، تطلع سبع ادوار، تنزل سبع ادوار، ايه اللي بيحصل؟ وانت نازل افتكر معايا بقى كده، وانت نازل ايه اللي بيحصل؟ هي داتا تيجي على طبعا سيشن لير بتفتح قناه اتصال، تيجي على الترانسبورت لير تقطعها سيجمنتات صغيره وتبدا تبعتها سواء كانت تي سي بي او اي دي بي مش قصه. تيجي بقى على النتورك لير، كل سيجمنت مبعوث للنتورك لير تحط لها سورس اي بي وديستنيشن اي بي. انزل على الداتا لينك لير تركب لها سورس ماك وديستنيشن ماك بقى اسمها فريم. انزل على الفيزيكال لير حولتها لاشاره كهربيه، تبدا تمشي الاشاره الكهربيه تروح اليمه الثانيه العكس لغايه ما تتحول لايه؟ لداتا مرة تانية. فهمت اللي هو الصغير ازاي المعلومة بتتنقل في أي شبكة؟ دي كانت حتة نظرية بس كان لازم إنك تعرفها. مش مطلوب منك إنك تحفظ الكلام ده خالص، بس مطلوب منك إنك تفهمه. لو أنت فاهم الكلام اللي أنا قلته الموضوع ده مش هياخد منك مذاكرة لما تروح، مش هياخد في إيدك نص ساعة.
الحته الثانيه اللي انا عايز اقولها اخر حته بقى قبل ما تمشي خالص، حد عارف يا شباب مين اللي اخترع الانترنت او مين اول ناس كان لهم تاثير علم الشبكات؟ الجيش الامريكي. الجيش الامريكي كان بيستخدم الشبكه عموما، كان بيسموها انترنت، ان هم رابطين الافرع بتاعت وحدات الجيش. السجن في الثانيه بتعمل ايه؟ هي بتستقبل، يعني هي اللي بتستقبل. انا فتحت هناك، هي بتستقبل ماشي، ما هي انت بتفتح هناك، فلازم الطرف الثاني يرد عليك ايوه انا مستعد معاك، انا ريدي. انت ريدي؟ انا ريدي. يعني في اتصال ما بيننا؟ في اتصال. هنظبط التردد الارسال، هبعت مثلا في حدود 10 بت في الثانيه، انا مستعد، انا كمان اقدر استقبل السرعه دي. ابعت ماشي. انت بالك في السيشن هنا نفس عمل السيشن، اذا كان ده ارسال او دي بتقول الثاني استعد هبعت، فالثاني يقول له انا مستعد هبعت، يا اما مش مستعد. ماشي. طيب اول ما بدات امريكا كان علم الشبكات ده كان محظور دراسته، لانه كان يعتبر علم تبع القوات المسلحه تبع الجيش الامريكي. طبعا بعد فتره بدا العلم ده ينتشر، وبدا طبعا كل الناس تدرسه، لان اصبح شيء مطلوب انك تعمل شبكه في اي مكان في العالم. السيفن لاير دول زمان كانوا اربعه، كان أربعة لير، وكان اسمهم PCB/IP. هم السيفن لاير بس مع اختلاف الاسم، بس دول كان اسمهم لو ساي، اللي انت درستهم اسمهم ساي، اسمهم او اس اي، وفي ناس حتى بتسموهم اوزي. زمان كان اسمهم PCB/IP الى الان، يعني حتى لو فتحت الويندوز بتاعك ودخلت على المكان اللي بتغير منه الايبهات اسمه ايه؟ PCB/IP اللي هو يعتبر برضه لو ساي. كان نفس الاداء بالظبط بس مع اختلاف المسميات. يعني بص كده، كان في، اذا كان الاو اس اي فيه لاير اسمها الابلكيشن والبرزنتيشن والسيشن، البي سي بي كان فيه لاير واحده بتعمل وظيفه الثلاثه دول اسمها ابلكيشن لاير. الراجل ده فيه لاير اسمها ترانسبورت لاير، ده برضه في ليرة تانية اسمها برضه ترانسبورت لير، بتعمل نفس الايه؟ نفس الترانسبورت لير بتعمل. عندك لير هنا اسمها نتورك لير، في هنا برضه لير زيها بالظبط بس ما اسمهاش نتورك، اسمها انترنت. انترنت لير نفس الوظيفة بتاعت ما هي اللي بتحط السوشيال اي بي والديستنيشن اي بي. لذلك كان علم الشبكات في التوقيت ده بيسموه انترنت. حتى يقول لك مين اول من نشا الانترنت في العالم؟ امريكا. قصدك مين اول من نشا علم الشبكات؟ كان الجيش الامريكي. الداتا لينك لاير والفيزيكال لاير، في هنا لاير بتعمل وظيفه الاثنين مع بعض بيسموها نتورك اكسس. نتورك اكسس. دول هم دول مع اختلاف المسميات. طبعا لما العلم توسع وكده بدا الدول يتفردم على سيفن لاير. احد يقول لي طب سيفن لاير دول حاجه حقيقيه ولا حاجه وهميه؟ حاجه وهميه يا عم. يعني واحد يقول لي طب انا ممكن افتح ايه الاقيهم؟ تفتح ايه تلاقيهم؟ مش هتلاقي حاجه. يعني هم موجودين في الراوتر يعني ايه؟ حاجه وهميه، مش انت بقى انت بس متخيل الدنيا ماشيه فين وجايه منين. يعني لو حصلت مشكله في الايبهات، مشكله في الايبهات، الايبهات دي مين اللي هي المسؤوله عن وضع السورس اي بي والديستنيشن اي بي؟ نسيتهم. نتورك لاير. نتورك لاير. تمام كده؟ هي المسؤوله عن حاجه زي كده. طيب لو حصلت بقى في مشكله عندك في موضوع الايبهات، تبدا تروح للجهاز اللي بيتعامل مع الايبهات الا هو الراوتر. ممكن تبقى في مشكله على الراوتر في جزء الايه؟ الايبهات. طب في مشكله في المكان، تبدا تتحرك على الجهاز اللي بيفهم مكان الا هو السويتش. ان شاء الله هتدرسه قدام او الحصه الجايه باذن الله تدرس السويتش، وبعد كده تبدا تخش على الراوتر. فاهم؟ فاهم حاجه بالنسبه للقصه دي؟ فده كان الفرق ما بين الاو اس اي والتي سي بي اي بي. فاهمين حاجه رجاله؟ اقول لك بقى على حاجه، تروح ان شاء الله تذاكر، افتكر كده ايه؟ اجتهد في المذاكره. اللي انت بتعرف ده ممكن في يوم من الايام يبقى سبب انك ان شاء الله في المستقبل تبقى حاجه، تتجوز وتفتح بيت ويبقى عندك اولاد وتصرف عليهم. ان شاء الله ممكن ربنا يكرمك بسبب بره، ما شاء الله مرتبات الحاجات دي كويسه. سواء هنا او بره لو خدت وضعك فيه.
وافتكر دايما خلي قدامك كده حاسس ان انا على السلام اللي بيقول لك ايه من سلك الطريق من يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فانت خلي دايما نيتك يا حاج ابراهيم الحمد لله تبقى خير. انت راجل طيب وامين. خلي دايما ايه نيتك خير في حاجه زي كده. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. لا اله الا انت. شكرا. مش مهندس.